بس عليه دكتور سريعا العلاج بشكل عام، ازاي نقدر نعالج الامساك؟ نعالج الامساك بكذا حاجه. اول حاجه الحاجات اللي اتفقنا عليها العادات الغذائيه، نقول اول حاجه نقص السوائل، يبقى اعوضها انا لازم اشرب سوائل، ازاي؟ بالذات الميه، من لتر ونص لترين ميه على مدار اليوم، يعني نقول 10 كوبايات ميه كبيره. ممكن العصاير، سواء عصاير فاكهه او اي عصاير، بس الحاجات اللي هي المشروبات الغازيه مش مستحبه. الشاي والقهوه الكتير مش مستحب، الشاي من الحاجات اللي بتعمل امساك. فلما بنقول سوائل ما اقصدش الشاي والقهوه ولا البيبسي والكولا، لا انا اقصد الميه، والميه من لتر لتر ونص، في من لتر ونص لترين في اليوم. تاني حاجه نبدا اللي هو نزود الالياف في الاكل. ايه هي الالياف؟ خضار، فاكهه، حبوب. خضار زي ما اتفقنا، الجزر، اللوبيا، الفاصوليا، البسله، الفاكهه، التفاح، الكمثرى. الحبوب بقى ممكن في حاجه بسيطه جدا اللي هي الرده. فانا بحب العيش البلدي، العيش اللي فيه رده، مش العيش الفينو او العيش الشامي. في بقى وصفه نقول بلدي كده، او هي حاجه هاديه قوي، بعض الناس بقول له هات كوبايه زبادي بالليل، حط عليهم معلقتين رده ومعلقتين عسل، واشرب بعدين كوبايه ميه كبيره. هي فكرتها كلها ان الرده مع الميه بتنفش وتعمل براز، فهتحسن الامساك. ممكن في البيت تعمل شويه مغص او انتفاخ بسيط نتحمله، ده هيحسن شويه. كل ده بنتكلم على الامساك الوظيفي اللي انا ما عنديش اي سبب تاني ليه. تمام. برضو في حاجه مهمه قوي، الحركه. بمعنى الناس اللي حياتهم كلها قاعده بيبقى ده في كسل عام، بيبقى في كسل في القولون. بفضل لو نقول من 20 30 دقيقه مشي سريع مره او مرتين في الاسبوع، ده هيحسن الامساك. كل ده احنا بنتكلم برضو على الامساك الوظيفي. يبقى تمام. ما تطرقتش لموضوع اللي هو الامساك اللي له سبب، اللي هو سواء بقى سكر، وظائف غده درقيه، مشاكل القولون اللي احتاج لها احيانا من